التنس نظمت الجامعة الملكية المغربية للتنس حفل تكريم على شرف بعض اللاعبين السابقين للمنتخب الوطني. حسن الحريري ومعتصم بالله البعساوي. بالملعب الرئيسي للنادي الملكي للتنس بمدينة مراكش وعلى هامش جائزة الحسن الثاني لكرة المضرب تم الاحتفاء برواد كرة المضرب المغربية منذ الستينيات. الكل تبنى هذه المبادرة النبيلة والتي أقدمت عليها الجامعة الملكية المغربية لكرة المضرب. كان هناك علي العروسي، أحمد بن علي، عبد الله جحيشي، أحمد العشراوي، عمر ديمينا، حسين صابر، محمد دليمي، مصطفى ديسلام، خالد أوطالب، المهدي الطائري، ثم منير العرش. شكرا على تينيس كلوب بمراكش، شكرا اولا على لا فيدراسيون اللي تفكرتنا، وهذا التكريم هائل على شفنا الاصدقاء اللي باقيين اللعبه القدامى والجداد، والحمد لله كل شيء داز مزيان. فكروا في وقتها وفكرونا باش نتلاقوا مع اللعبه اللي دازوا قبال واللعبه اللي لعبوا معنا، وكيبينوا ورونا لهاد الشباب اللي ما كيعرفناش. وهاد المناسبه كبيره كاس الحسن الثاني كترجعنا للذكريات ديال اللاعبين القدماء اللي كانوا معنا، ولاعبين اللي كيشرفوا رايه المغرب وقدموا يعني بكل جداره عشان يشرفوا هاد الرايه هذه، ويستحقوا كاملين هاد الشريف هذا. وكنشكر الجامعه اللي تفكرتنا ودعمتنا في هاد المناسبه هذه. التكريم كان له الوقع الحسن لدى المحتفى بهم من الرعيل الأول، وكانت مناسبة للجمهور والناشئة للتعرف عليهم عن قرب. بعيدا عن المنافسة، تنشط بعض المهن في رياضة التنس وتساهم في تحقيق